الله سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. مع السلامه. جميل انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. الله يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. انت هتسحر؟ غمض عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت لسه كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده ده ملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة، اللهم صل على النبي. يا لهوي،
كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسسني ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصلين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. مؤسسة بدفع مرتبات في شهري ل100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يدوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ فين واد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكاردة بقالي 30 سنة، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة. انما انت شربات، دمك خفيف، لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجة. اه خلاص، اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايزه اعملها.
انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس انا مش هعمل كده، انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مش عرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي مال بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي، انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحده حمر لحمه وجيل. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصوله. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه ايه السؤال الغريب ده يا بنتي؟ ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودولت 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب 15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتقالت. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي باتنين ونص. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك واحد ونص. واحد ونص ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجي لنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من ترافقتك عسليه. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركبي.
لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود انا مسخرة. انت فين يا وزة؟ معقوله سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. يا محروس الحان الحان يا اخويا يا محروس فيها صلاح الحان ام صباح ام صباح وقعت من طولها الحان تعال وقعت الحاني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج. بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل. وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقنا بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا التلاتة ونشيلها خلي زينب تجهزها بس الصبح يلا واحد الا خير لا بالله خير خير طف يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا ايه اللي هي في الدنيا زينب جهزيها يا بنتي جهزيها واحد لا اخويا لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح تعالى استقبلنا ان شاء الله وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا انت كلمت علي؟ هو كلمته فخليك تكلمي اطلبي علي يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل وعلى فكره هما في السجن متربين قوي بيناموا بدري هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خور خدي هنا اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3 مش مصدق بقك يا فتون ان شاء الله عنك ما صدقت البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان
نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتطفحوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا عم وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. يلا واحده واحده يا رجاله. على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم. متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي. شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب. وممكن قولي في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. حقك عليا حاجه. اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ولا مش كده يعني؟ مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. بس استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. امين. انا اسالك رب الخطا ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. وحروس فين كل ده؟ احسن انت يا ستي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيه. المشكله كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم ربنا يوسع عليك. اسلام مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون. بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا. ايوه ايوه تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون؟ اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني. خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطيه.
عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ بتتكلمي عن دول صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونه. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه نخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني في ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يعني صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هحضر لك شوية أكل. صدري ويسر لي شوية أكل. وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، اصل لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكر اما صباح هتخف؟ كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم، ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها. في ناس قتلتني خدتني نزلتني على مصر، وانا دلوقتي كل اللي انا طالبه ان انا ارجع اهلي.
محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليها. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها يا رب. يا زينب يا رب، كله عشان رقصت لك. تذكر يا اخويا على الغدوة العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالك خمسة في عينك وانت دافع حاجة من جيبك. الا قولولي بقى، هي الفصحى خلصت كده؟ اه خلصت، هسيبكوا ساعتين زمن اروح اقضي مصلحة واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا انس؟ شقة يا جدع، افخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتبنى ولا ايه حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا أكيد على وصول. ممكن. طب خش أنت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس. اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه، على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنك. مالك يا زينب؟ عرسان جداد بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس، اتجوزتوا بسرعه قوي. انت عرفت ابوك؟ هشرب ينسون ولا لي فحمتين بس يخليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسليه. انت اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
اللي حصل؟ زينب بيني اغمى عليه. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي يا عارف. على مهلك يا زينب، حاسب الازاز. على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني يا محروس. هو اللي من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرع عيب. ما تولع على الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسة؟ انا كويسة والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت، كانش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده. يعني يا رب البيل اللي اختست في أعرضه. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب، عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيله. عسليه هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معايا ازاي؟ يا خبتك يا راشد، بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي. يعني تعرف يا فتون ايه يا اخويا؟ أنا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. آه عارفة، تلاقيك يا أخويا كان عليك ندر وأنت صغير وما وفتوش. النبي أنت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. أنت اتأخرت ليه يا أخويا؟ آه معلش اتأخرت حبتين، كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ آه هي مش موضة قوي، بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا أخويا. إيه رأيك؟ حلوة. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا، احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك. تعالى هنا صلاح. ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف.
يا لطيف اللطف 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 يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دومها من الباب للطور؟ وبعدين كلها 3-4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربيه؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك انت، لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه. اللي اقول لي بالصلاه على النبي، هي البتاعه دي فيها قد ايه؟ بصي لي يا ست، الموديل ده في 40 جيب، كل جيب في كيس ب 75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه. 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودره بكام؟ ما تزغرتي بالمره وتجيب لنا البوليس. فتون انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السوداء دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش الا اللي بنشوفه بعينينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب 5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقة اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استني انت، بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. الصلاة على النبي، متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قول لي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحده واحده كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقه احسن. جرى ايه؟ فتون، لو مش هتقدري قولي لي. ليه؟ شايفني غرقانه في عرقي ولا ركبي عماله بتخبط في بعض؟ اديني نمره الراجل بتاع رمسيس عشان مش معايا. هو اللي هيكلمك. طب ولما توصل مدينه السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقه، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي. التاكسي هو هيجيبك للشقه عندي. شقه ايه دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيده. فتون، انا عايزك هاديه وراسيه. الحكومه عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، انت برنسيسه ومحجوز لك درجه اولى. فتون، خلي بالك من نفسك. يا اخويا هو انا رايح احارب قطيعه بلا نيله؟ سلام عليكم. سلام يا وحش. جرايه يا انسي؟ جدع راجل يعني. شيل حديد. ابو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي بقول لك اسكتي. هسكت بس قولي لي، الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحه اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسليه. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ استني عليا اسبوعين بس، هتحتاج
تتكلم اي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله. يا عسليه. لأول مرة أعرف إن في بخور بخمسة آلاف جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوة يا معلم أنسى. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها هتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. في توم ما تعملش كده فيا. ايه يا عم ما توحد الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي يلا بينا. تعال تعال عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجة خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. انت فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجه جواك، دموعك حتى صوتك، اي حاجه وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك دري، قوتك وريها للناس. فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف. صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغداء الاول واروح لها. طيب. محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر، انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أعملك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا.
شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده اعترتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمهم، الف سلامه. بقول لك يا عم انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحة ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبت دي، وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه حاضر. اوف، صباح الخير. في ايه؟ هي الساعه كام؟ داخله على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعه 10 الصبح؟ خير؟ ايه قله الذوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل اهو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ استباحة ايه؟ اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة، غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت. ما أنت عيلة إلا وهتودينا في داهية. أوديكي في داهية. واضح من كلامك إنك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في إيه؟ هاتي من الآخر. اسكتي يا بنت. أنا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لأ؟ طبعًا أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا. طبعًا، والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال. شمال الشمال؟ أنا كان قلبي حاسس إنك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال. بس خلي بالك يا فتون،
الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه، ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انت لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي الشغل ده انت اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي اخد لي سجارتين فيري جود وممكن اخرج واتبسط لي يومين اعمل شوبينج حلو واتبسط بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده مير يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عم على وش الفتة انما غوص فيها نو. اوكي تصدق انت بوظتي الفتة على اللي بيحبوا الفتة. عندك حق انت ملكيش في حاجة خالص. ايوه ما ينفعش في ايه. ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطق. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجة انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. انا ما ينفعش اغلط. انا مش هتربى عليا الدنيا اكتر ما هي متربقة. انا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم. لو حد سألك عليا أي حد انتي ما شفتنيش يا اختي. اخر مره شفتيني وما كنا في الاسم. ماشي سلام. سلام يا فتون. زينب زوزو انت فين قطتي؟ حاجة زينب. 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 زينب زوزو انت فين قطتي؟ حاجة زينب.
زينب 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 اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب كده يا زينب اتوحد الله يا اسطى ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع ما ممكن ترجع لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح ما ترد عليا يا صلاح انت تقعد تسبح اليوم كله استغفر الله العظيم اتوب اليك يا رب العالمين انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه بس كده يا رب ليه بس كده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يعني ايه طب والحداب والادب والتوه والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح أنا بقيت أصلي وبطلت أبير ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح وكل ده كان إيه يا صلاح النصيب كتب النصيب كانت بتشتغلني يا اسطى ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة يعني استنى شوية لا تستنى ده إيه ما تستنى طب أعمل إيه ما تعملش حاجة ده دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا طيب ولما تسال هي مين ومنين
نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروحوا كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها دهي. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 انا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب انا عملت لك ايه؟ يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا يترد علينا كده بشر. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معاها. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بنت وخرسي. بس بس تعالي. بالأمانة يا فتون، الموضوع اللي انت جاية فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مهامك يا أختي. يا بنت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاف. والحمد لله ربنا اكرمني وتاب عليه وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواقه على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز. ده إيه ده؟ ده ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. اه ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا. ما تخافيش يا حبيبتي. تعالي تعالي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي. ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله انا ما افتكرت فتون مين اللي انت بتكلميني عليها في التليفون. بس قاعده تفكرني بقى،
فتون وعسلية وبلاء، وأنا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. أنا بعمل لك القهوة أهو. واعملي لي معاكي شوية شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، أنا معايا بودرة هروين. طب قومي خش روط المية وأنا هدير عليكي. افهم يا راجل، أنا معايا كمية عايزة أصرفها. تعرف حد يشتري وتبقى مالي إيدك منه؟ لا لا، بلاش الخطفة دي. راحة واحدة واحدة. رسيني على الطور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكرة أنا هديك نسبة، والنسبة هتبقى كبيرة. دول 3 كيلو. بودرة بجد ولا فلوروست على روفو؟ عيب يا راجل أنت. بودرة نمرة واحد، اصطف بشوات. بس لو سألوني طالعة منين؟ ما برضو كمية، ولازم تقولي أنت جبتهم منين؟ من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزة منك ايه؟ ابدا، هتعوزي كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجة؟ مش غريبة الحكاية دي شوية يا أستاذ محروس؟ يعني واحدة اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين ووريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش إيدك عليها؟ أبدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا في مدة الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق. كانت بتقول ان الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكايه دي كذب ولا تأليف. وانت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ انا عارف اني سلمتها رقبتي يا باشا. انا عارف. معاك صوره ليها؟ صوره صوره. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس. الله يحرسك.
لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود اه، ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه. اوعى اوعى حدين. اتفضلي. خدي حبيبتي اكتبي. انا مش خارصه. ايه ده، دي طلعت مش خارصه؟ اهدي عليها شويه. انا كنت بتكلم، انا جايه ادور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. ايوه وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين، هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزة مني يا ام طارق؟ وبعدين ما رحتش الشركه النهارده طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا ابو طارق؟ لا 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 روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغاية ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. هربت مراتك؟ هربت صح؟ الله الله، ودي عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت، ما اسمهاش زينة ومن بولاع. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كام يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجيب ربع مليون جنيه.
اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجه عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه ماشي يا صلاح، ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها ساليه سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمه راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتله. ايه ده؟ لا يا صلاح لا لا لا، الست دي كدابه صلاح. ها. والله العظيم كدابه. اقعد اقعد اما تشوف. انت بتقول اي كلام؟ اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عامل انا متجوزها بنت بنوت، كانت متجوزه ازاي؟ استنى بس اما نشوف وراها ايه. ايه ده انت هتشتغليني؟ جرايه يا اسطى محروس، ده بيشتروه دلوقتي من الصيدليات وفي منه اصلي وصيني. هو ده هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مهامك، الشرف اسم الله على مهامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ مين بنت الكلب دي؟ دي مين اللي بعتها دي؟ ايه اللي بيحصل فيا ده؟ بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديك كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ يا رضا الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده خسار ايه وتماثيل ايه الكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحة مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا، عشان كده فضلت طول الليل ارغل 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 ما نامتش ما ارتحتش الا ما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما انا عارفه يا اخويا، ما انا كنت مريحه على الكنب وسامعه الزعيق والزنه لحد الفجر. ما سكتتش الا ما قلت لها انا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. الا قول لي يا رضا، هو التاجر اللي انت جايبه يشتري انت مالي ايدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي، بس الواد ناشد صاحبي ده انا اضمنه برقبتي. رضا انا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البقع على راس الميت، ياخدوا البضاعه يدونا فلوسنا. ماشي تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعه دي قريبه منك؟ يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. اه يا اخويا البضاعه قريبه تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا امر الله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده أول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيب لك. طب ما تجيب سيجارة. عاوز سيجارة؟ يا ريت. يا عيني. ربنا يكرمك. رجالة والله العظيم. تسلم. آخر واحدة. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي
ماشي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكوا كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انتي مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي. خدي، اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا، خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب اقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي شويش وبالراحة الراحة، اشتري ما تدعيش. حاضر يا اخوي، حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقة قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفة بقى. معرفة قديمة وجيرة، وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشم. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا، انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي، وانا ببيتك وفي حمايتك. اقعد. الله 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 الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. تمام، انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمه، لا مش كده، انا جيت ومش هحل كان لما اخد البضاعه. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام؟ وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص، زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا، في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعة؟ وانا اوريك البضاعة ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين، مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا، انا مش وراي ابعد، انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعة واجي. بولاق؟ انت مكمرة البضاعة في شقتك في بولاق؟ امال يعني هكمرها فين؟
انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعه واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة يا ابن عمي. أوامر يا مولانا. عارف في تون طبعا. يعني استناها بمكنه واقطرها لحد ما ترد المواطن. امين. حاضر يا معلم، اكلمك في كل محطه كمان. ماشي. سلام يا كبير. بالسلامه. هات مفتاح المكنه. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. حلقة عظمة. ايه؟ اطلع لابوك بقى عصام واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دول الأرض. بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية؟ طفشانة بقالها شهور. أنت بتسأل عليها ليه؟ ما تعرفش اختها فين؟ فتون. غلطانة بقالها يومين ثلاثة. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شاكرين يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سرقه. خش جوه. مش فتح. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشقه يا ابني؟ ها؟ ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسلية بتاعت القاهرة هي زينب بتاع اسكندرية؟ عرفت من واحدة كده. ايوه. مين الواحدة دي؟ واحدة ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جاية تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسلية دي مرة واحدة قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسلية دي هنا وموجودة في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا؟ انت عرفت منين؟ هي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح مظبوط. نصابة بس برضو مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. كوبانيه واتعملت عليا. يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟ يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهاده الميلاد ولا البطاقه اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحرق بيتهم في بولاق. فلما نزلت اسكندريه عملت شهاده ميلاد وبطاقه وكده وعملنا لها فيش وتشبيه. وطلعت ما عليهاش حاجه. هي مش متسجله عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد
بس صيغتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقه عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس هي عمري. من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله، بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد الاهل